هذا هذا هو عندي 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 جيك عندي عندي جيك عندي جيك عندي جيك عندي جيك جيك انا وراك وراك نازلك نازلك من فوق نازلك من فوق هو هني هني باقي له ضربه باقي له ضربه علقم علقم ضربته كمان كمان ضربه يا شباب كمان ضربه حلو ضربته بهالفيديو رح نلعب مع بعض لعبه جديده فكرتها جدا مميزه ورهيبه بنفس الوقت وفوق كذا لعبه مجانيه واللي هي لعبه نوك اوت سيتي. خليني اشرح لكم عن اللعبه بشكل جدا سريع. متذكرين افلام كرتون او انمي كان يطلع من زمان على سبيس تون اسمه الرميه الملتهبه؟ اذا متذكرينه فهي بكل بساطه فكره اللعبه. اذا مو متذكرينه خليني اشرح لكم اللعبه. هي فريق ضد فريق، كل فريق يتكون من 3 لاعبين، وبكل بساطه راح تفوت بماب، وبالماب راح يكون في كرات، امشي فوق الكره وراح تاخذها او تمسكها بايدك، فلازم تقتل العدو بهالكرات. كيف؟ بكل بساطه ترمي عليه الكرة، إذا رميت عليه الكرة راح ياخذ هيت، إذا رميت عليه كرتين راح يموت، ففينك أنت ترمي كرة ويجي صاحبك ويرمي عليه الكرة الثانية وبكذا راح تقتله وتاخده نقطة. الفريق اللي راح يوصل 10 قتلات أو 10 نقاط أول راح يفوز. هاي الفكرة بكل بساطة، بس اللعبة فيها كتير أشياء رهيبة، مثلا مثل لو حد رمى عليك الكرة فينك تتفاداها، فينك تمسك الكرة بإيدك، إذا ما في كرات فينك أنت تحول نفسك كرة ويجي صاحبك يمسكك ويرميك على العدو، في كرات متفجرة، في كتير أشياء. اللعبة فكرتها جدا رهيبة. اللعبة راح تنزل الشهر القادم تاريخ 21/5 وراح تكون مجانية للجميع وموجودة على كل المنصات. بس لو بدك تلعب اللعبة اليوم فحاليا في بيتا مفتوح مجاني، فينك تروح وتلعب اللعبة. إذا بدك تحمل البيتا شيك اللينك الموجود بالوصف. اللعبة راح تضل مفتوحة ليوم الاثنين الساعة 4 الفجر بتوقيت السعودية، فيعني لسه معكم وقت وتروحوا وتلعبوا اللعبة. لو حملت اللعبة ولعبتها وجبت لقطة حلوة تعال وعمل لي منشن على تويتر وحط اللقطة حقتك، ولما تنزل اللعبة الشركة EA راح يعطوني أكواد كثير لأشياء جوا اللعبة نفس سكنات وكذا، فالناس اللي راح يعملوا لي منشن راح أعطيهم هالأكواد، أكواد مو للعبة لا، أكواد لسكنات جوا اللعبة، لأنه مثل ما قلت لكم اللعبة مجانية. فيلا خلنا نبدأ. هذا الفيديو برعاية بنكي وزوي، وحاب استعرض لكم احد اجدد واحدث شاشاتهم للجيمينج بشكل جدا سريع. بس اذا ما يهمك الموضوع شيك التعليق المثبت اسفل الفيديو، راح تلاقي وقت اضغط عليه عشان تتخطى الريفيو وتبدأ بالفيديو. اللي قدامكم هي شاشة بنكي وزوي XL2546K، هالشاشة بحجم 24.5 انش وبتدعم 240 هرت، يعني 240 ريفرش ريت، والشاشة بتدعم خاصية اسمها DYAC+. هالخاصية موجودة فقط بشاشات بنكيو، وهي بكل بساطة لما تلعب ألعاب شوتر نفس Call of Duty, Valorant, PUBG وغيرها من الألعاب بتخفف عليك البلور أو الغبشان لما تتحرك يمين أو يسار. الشاشة فيها 3 مداخل HDMI ومدخل DisplayPort، بيجي معها كل وصلات DisplayPort, HDMI وغيرها، وبيجي معها ستاند بيخليك تتحكم بزوايا الشاشة على راحتك، حول او سويتش بسيط بيخليك تغير بين الصور على راحتك، واخيرا قطع بلاستيك فينك تحطها على اليمين واليسار مشان تزيد البرايفسي. فاذا ودك تعرف معلومات اكثر عن الشاشه شيك اللينك الموجود بالوصف. قبل ان نبدا بس حاب انوه انه الشباب اللي معي بالجيم اللي معي بالفريق واللي راح تسمعوا اصواتهم هم احمد النشيد ديفلز جيم وسعد ديلي البي، فايه هاي الشباب اللي معي كانوا بالفريق. ويلا خلينا نبدا. يلا سنايبر بول. يلا الحين عرفنا للعبه يا شباب. يب حلو، نبغى نجلدهم جلد. انا داخل حار، انا داخل حار الحين، انا ما في هذول لاعبين. انتبه يا عيال اذا ما لقينا كوره نحول بعض كوره ونضرب. يب 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 اوكي طلع متحمس. فوق 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 فوق. انا كوره انا كوره. كرة ورا. ايوه ارميني عليه ارميني عليه، انت رميتني بالحيط الله يهديك. لا لا ضربني. انا كره. مسكني 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 مسكني. لا هو مسكني شت. هو مسكني الكلب. لا يا كلب. اعطينا احنا وياك دبل ضربتين ورا بعض. اوكي مسكني. انا يا رجال يلا رمين 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 عليه. وين رميتني بالحيط شت. هو نقز ما ادري وين راح فوق. فلانك فلانك من ورا من ورا. جينا جينا من ورا على فكرة. طلع طلع في واحد من ورانا. انا كرة انا كرة. مسكني مسكني احمد. ايوه ارميني ارميني عليه ارميني عليه. وينك وينك احمد؟ ماسكني. لا لا لا
ضربتك ضربت والله ضربت ضربت وضربني من وراي بوكس. ايوه قلب يا اخي مو معقول قاعدين عم يمسكوا اي كره. نحن فايزين كملوا كملوا يا ابا اقول لك دبل كل. حلو حلو قلبهم. اوه الثالث اوه الرابع ذبحت واحد. ايوه اسمع 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 انا كرة انا كرة سعد وراك انا كرة يلا يلا مسكني مسكني ارمي 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 يا وحش. ايوه صبطه رميت كفو قتله واحده وراح يفوزونا لا حد يموت. نحشت 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 نايس من الاسطوره هذا انا انا دبل كل. يلا 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 باقي يا شباب امسكوا امسكوا الكور امسكوا الكور ماسك انا ماسك لا لا ورانا 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 الكلب طقيته 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 يلا 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 القم قتلته اعطيته ليتس جو تسعه تسعه وان كل وان مور كل وان مور كل هذا هذا هو عندي 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 جيك 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 انا وراك وراك نازل لك نازل لك من فوق نازل لك من فوق هو هني هني باقي له ضربه باقي له ضربه القم القم ضربته كمان كمان ضربه يا شباب كمان ضربه حلو ضربت والله كم ربي جيم حريقه كم باك ابن كلب كم باك ابن كلب يلا يلا اخر راوند اخر راوند والله هنا عطى عطى القم ايوه اول كل يلا لعيونكم احمد احمد انا انا وراك انا وراك انا كره انا كره امسكني ارميني 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 يلا يلا ارميني عليك القم بوكس يا حرام القم لا وين لا 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 صار لي من ورا اخذ بالبايب بالغلط انا امسكني امسكني انا عندك ارمي وامسكني يلا ارميني عليك ودي طقيته 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 طب ترميني على الحيط الله يهديك في واحد عنا صح ما يطلع عايش ما يطلع عايش طقيته 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 ما يطلع حلو نايس انتوا عطوه كره ويتوهق بالضبط وينك ايوه ايوه مسكني انت ارمي ارمي لا 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 راح 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 انت لا 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 ضربني من فوق انت راح تسوي لي ارتجاج بالدماغ كل ما تمسكني بترميني على الحيط اسمع طن هذا راسك حرام يا الله يا الله يلا حاولنا حاولنا جي جي ما هاي محترفين اللي ضدنا لاعبين مليون جيم احس يب يلا هالجيم ان شاء الله اخر جيم ان شاء الله نطلع فيه بوين ان شاء الله نطلع الله تفاديت طلقة بذكاء كأنه هاد ماب جديد رم عليه كورتين ايه ورا بعض صديت واحدة والثانية ذبحت ذبحت واحد حلو انت ذبحت الثاني ولا هاد صاحبنا يا سلام 3-1 والله ممكن هذا صاحبنا المحترف ممكن هالجيم وين لو ما لعبنا باستهتار او شو شو اللي صار بالضبط فجرني فجرني انا شو فجرني مع ان الكره ما جت ما جت جنبي الكره حلو ساعدتك عليه ايه اه صابي 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 كمان كمان اوه تسعة كمان تكفى العاشر العاشر يلا يلا العاشر حلو يا حلو بس لكن اخيرا راح نشوف شخصياتنا مبسوطين نهاية الجيم اين تحرون اين تحرون اه بتحرون هذول فقدوا الامل هذول شافونا جدا لاعبين قالوا خلاص ليش نضوى وقتنا هذول راح يدعسونا راح يدعسونا يعني بكل الجيمز الجيمز اللي نفوز فيه يروحوا ينتحرون فيه ايوه شخصياتنا مبسوطين اخيرا اخيرا شفناها اليوم فيا شباب هالفيديو لليوم اتمنى يكون عجبكم اتمنى من نهايه الفيديو لا تنسوا تعطوا الفيديو زر اللايك وشاركونا بالتعليقات شو رايكم الاولي عن اللعبه وكمان فيكم تحملوا اللعبه بشكل مجاني مثل ما قلت لكم شيكوا اللينك اللي بالوصف عشان تحملوها وبس كمانكم شركيه شركه كيش كم جهات ثانيه ان شاء الله مع السلامه